الرحمن الرحيم نتابع درس النسخ. نكتب فما لعينيك إن قلت كشفا همتا. فما الفاء اللي هي حركتين، سبعة مع فتح القلم، ثمانية مع فتح القلم، هون انتهى هاي العنق. هاي المنطقة رسم ما بعيده، هون حرف الميم، ميم في فتلة قلم وفي رسم، هون كأنه عم نرسم ميم البدائية. من هون فما، هون في فتلة قلم كمان، شوفوا هون هاي نقطتين فما لعينيك. شوفها، شايفين هالرفعة هاي هيك، ما في مبالغة بالرفع، شيء بسيط جدا. عشان نحط كلمة العين، ركب حرف العين، هاي عين، هاي نقطة، وهي هون شوفوا كسرها، فتلنا هيك هيك. الفتلة هيك، هاي رسم لعي، كأنه هون بدك تكتب دال، هون في فتل قلم كامل، فتل قلم، فتل قلم، نزلنا هيك كمان نفس الحركة، وهي كمان فتل قلم، طلعنا لحرف الكاف. شوفها اجوا كلياتهم على استقامة واحدة، تمام. أثناء تتالي السنن يرفع الحرف الأوسط للتمييز. نزلنا هون مشال الكاف، خلينا هون سن نظيري، هون بنركب عليها حرف الباء، هاي نرفع أكثر من الباء، هون بنحط الهمزة، هاي همزة الكاف، ولا يجوز استخدامها للألف. بالنسبة نكتب أحمد أو كذا، لا يجوز استخدام هاي الهمزة، هاي همزة الكاف، وهي كاف صغيرة. لعينيك، شوفوا العين، العين نقطتين، تمام. شوفوا الارتفاع من هون، شوفوا من هون كيف مسكرة هاي. إن قلت، شوفوا النون، نون من هون في فتلة ونزول، فتلة ونزول، فتلة قلم ونزول، حكينا بالدرس الماضي إن هون ارتكازة على السطر. إن طبعا ثلاث نقاط حصر، ثلاثة حصر. قلت قاف نفس الفاء هي رأس واو، إن قلت، ولكن شوفوا هون في شغلها هذا الوسط، الرجوع إلى الخلف للتهيئ إلى الطلعة، هاي المسافة أكبر من هاي المسافة، ماشي؟ ليش؟ لأنه في بعض صعود. إن قلت هاي منطقة رسم، قلت شوف أنت هون ما رفعناها مثل هاي، لا أقل. كفوفا، قلت كفوفا، حرف الكاف الزنادة بده شوية شغل،
نحتاج إلى قلم ثاني من أجل كتابته. هذا الجزء العلوي من الكاف. هلا حاليا ننزل نقطة بعدين. طوله 10 نقاط. تبعوا لهون، هون نزلنا نقطة بعدين شوفها. هاي منطقة منحنية، بعدين هون منطقة شبه مستقيمة هيك. شوف هون نزول، هون بيشبه حرف الصاد. هون الخروج طلعنا فيه موازي للسطر، بعدين فتلنا هيك. الخروج بعد الكاف بنقطتين. هون بنبلش نكتب الفاء. شوف هون كيف نهايتها، هنا بهالشكل. عملنا رقم 8 يرتفع نقطة، هون نقطة صغيرة، هون يخرج بنقطة واسعة. كفوفها همتا. هاي لا أخذناها بالدروس الماضي. هون في فتل قلم، هاي المنطقة رسم. فما لعينيك إن قلت كففا همتا. ارتفعت معي شوي هاي عن السطر، انتو بتزبطوها ان شاء الله، بتنزلوها على السطر شوي، لانه ما هي مستخدم مسودي، رأسا عم نكتب بشكل ارتجالي مشان التعليم، مشان تعليم شكل الحروف.